استوجب منا بالقوات هاي انه نتعرف على الانضباط كرفاق عسكريين، التقيد بالتعليمات هذه والالتزام وتنفيذ التعليمات هاي والتقبل بروح رفاقيه بدون اي تردد. مو شايف تدريب ما يعرف شيء عن القرارات، عن القوانين، عن اجتماعاتنا، عن دروسنا، عن الصح من الغلط. سوار سلحبيه قائد عسكري في فوج الشهيد سلهردان، عد الفوج 120 رفيق، تتلقى الدورة التدريب ومدته بما يقارب شهرين. يخضع المقاتلين في التدريب إلى أخذ الدروس السياسية والفكرية والعسكرية، وبعد أخذ التدريب اللازم يكون المقاتلين على أهبة الاستعداد ولأي مهمة أو أي اعتداء خارجي. الانضباط والنظام، أظن أنت بعد شرحنا الدرس، هي كقيادة أنه تعطي تعليمات للفرد. نعم. ثم الفرد ينفذ العمليات، يأخذ القرارات بجدية. إذا اتبعت التعليمات هاي وتقيدت بالتعليمات هذه أنت عسكري منضبط، رفيق منضبط. أما إذا بدك أظل تخالف التعليمات هاي أنت راح تعرض حالك أول شغلة للمحاسبة. أنا الرفيق لورنس الديري، نخضع في فوج الشهيد سلهندان اللي هو الشهيد قهرمان إلى دورة سياسية لتنمية القدرات لدى الفرد والمقاتل على جميع التطورات التقنية التي تحيط بمحيط شمال شرق سوريا، ليكون عندهم الاحتياطات اللازمة من الجهة العسكرية والسياسية.